السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتعامل النهاردة مع الأوتوكاد، هندخل لوحة PDF ونظبطها وناخد من عليها الأبعاد علشان نهيئها لحساب الأحمال. أول حاجة قبل ما نبدأ بنيجي هنا نختار تمبلت. في عندنا التمبلت اللي احنا بنشتغل عليه حاجة اسمها ACAD DWT، ده بيستخدم لو الوحدات بتاعتك بالبوصة والإنش، وعندك حاجة اسمها ACAD ISO DWT. فمثلا هنشتغل على الإيكاد ISO DWT. أول ما بتفتح واجهة البرنامج عندك بتكتب أمر اسمه DWG Unit، انتر. تشوف عندك الوحدات بتاعتك رقم 3 دي اللي هي بالملي. طب أنا عايز الوحدات بتاعتي تبقى بالمتر، فتقوم رايح كاتب رقم 6، تفضل تدوس انتر لغاية أما يقول لك هنا إيه، ان اليونت لينس بتاعتك بقت بايه، رقم 6 اللي هي بالمتر. كده اللوحة السمراء بتاعتك وحدتها بالمتر. هنيجي هنا من قائمة الهوم، هنا قائمة انسرت، نعمل حاجة اسمها امبورت بي دي اف. امبورت بي دي اف مش هتلاقيها موجودة الا لو عندك اوتوكاد من اول 2017. هنقول له هنا دخل لي الترين اوبن، يقول لك هنا انت عايز تدخل البي دي اف ده بلوك. انا عايزه يبقى كله بلوك. لا انا مش عايزه يبقى كله بلوك. اوكي هنحطه هنا. بس هتلاقي المشروع نزل معاك، ممكن نشيل ده. هو ده المشروع اللي احنا هنحسب له الاحمال الحراريه. اول حاجه ما انت بتدخل المشروع عندك بيبقى فيه عندك مشكله. انا مثلا هنا نحدد الكلام ده ونعمل تي ار انتر، ونيجي هنا نمسح الزيادات دي. لوحة مثلا جاية لك متكسرة شوية بس مش مهم. المهم هيجي عندنا أول لما نيجي نبدأ نشتغل ننظف اللوحة بتاعتنا. أنا مثلا في شوية خطوط كده ملهاش لازمة جاية لك تشوف تتأكد من المسار، كل حاجة كده تمام عندك. أول حاجة تعمل أمر دي أي إم إنتر. عايز تقيس أي حاجة، قيس أي حاجة عندك. يعني مثلا نيجي هنا عند العمود ده نحدده كده ونقيس، نلاقي شكل البعد صغير، يقول لك 72 من 100. 72 من 100 ايه؟ انت وحداتك بالمتر، يعني ده 72 من 100 من المتر، يعني حوالي 70 سنتي. ده منطقي؟ اه منطقي، يعني السكيل بتاعك تمام. طب فرضا لو كنت لقيته 7 7، يعني هيبقى 7 ايه؟ 7 متر. هل منطقي ان العمود ده يبقى 7 متر؟ لا غلط. نقوم رايحين عاملين ايه؟ محددين المشروع بتاعنا كله اس سي انتر، وماسكينه من اي نقطة وضاربينه هنا في سكيل تصغير. طب مثلا لو هو كان اساسا صغير قوي، يعني مثلا 7 من 100، 7 من 100 يعني حوالي 7 سنتي. هل المنطقي اللي فيه عمود 7 سنتي؟ اكيد لا. كنت تقوم رايح محدد المشروع كله وضربه في سكيل ايه، تكبير. كل اللي عليك اللي انت كنت تكتب هنا في قيمة السكيل، فانا هكتب قيمة السكيل 1 عشان يفضل زي ما هو. تمام. يبقى أول حاجة تعملها تروح تقيس أي حاجة معلومة، يعني مثلا تقيس باب، عرض باب دي اي ام انتر. نقيس مثلا الباب، احنا عارفين ان الباب بيكون 80 سنتي، 90 سنتيمتر. نقيس كده ونشوف، يقول لك اهو 8 من 10. 8 من 10 ايه؟ 8 من 10 متر. طب انا لو عايز اكبر الابعاد شوية امر اسمه دي انتر. اخش هنا اعمل موديفاي، بنكبر الآتي، بنروح هنا عند السيمبل اند ارو ونخلي القيمة ديت كبيرة بما يتناسب مع الرسم. 2.5 دي صغيرة أوي، نخليها مثلا 50. ممكن 2.5 تكون كويسة لو كانت الوحدات بتاعتك بالملي، أما أنت الوحدات بتاعتك بقت بالمتر. التكست ننقل عليها برضو، نخليها 100 أو 150. نيجي هنا عند البريمير يونت، نخلي التقريب لأقرب صفر بعد العلامة. لو أنت عايز تيجي هنا تكتب 7 من 10 متر، اعمل مسطرة ام. اوكي كلوز، تلاقي الكلام ده مكتوب لك بالنظام ده. نمسح نمسح. انت كده ظبطت اللوحة بتاعتك ليكون مهيئة لحساب الأحمال. طيب احنا هنكون محتاجين نسميهم أرقام، يعني مثلا الأوضة 1 2 3 4 أو أي حاجة. نضطر اللي احنا نيجي هنا من قائمتهم نعمل هنا تكست. التكست ده نكتب فيه وليكن مثلا 1 شرطة روم، يبقى أوضة رقم 1.
ونضغط كده هنلاقيها صغيرة جدا، مش شايفينها أساسا. نحدد كده اهو أو موجودة، نعمل لها سكيل ونمسكها من أي نقطة ونقوم رايحين ضربينها في سكيل مثلا 100 انتر، أهي راحت بعيد قوي. نقوم رايحين محددينها وساحبين السهم، السهم ده ناخدها كنترول أو ناخدها موف. نحددها ناخدها موف، موف الأمر بتاعه حدد، اكتب إم انتر، امسك من نقطة وحركها معانا كده. ادي دي اول اوضه، ناخد من دي سي او انتر، الاوضه اللي بعدها، وهكذا. نفعل الاكسجون اللي تحت باختصار F8 علشان الخطوط عندنا تبقى مستقيمه. بعد كده نشيل الاكسجونال وننقل على اوضه هنا، الأوضة هنا، وفي الآخر خالص الصالة عندنا. نحط مثلا هنا للصالة هنا، هنيجي نرقمهم، دي أوضة رقم 2. طبعا المفروض الكلام ده يجي لك من عند المعماري، هو اللي مرقم لك الأوض ومسميها لك وكل حاجة، بس احنا بنتدرب يعني على الكلام ده. 4 5 6 7 8 بنضغط الضغط تاني، ادينا موديفاي 9 10. ونيجي هنا، دي مش أوضة، نخليها مثلا هول ويكون صالة رقم 1 تمام كده، أو مثلا نديها رقم 11 تمام كده. وبكده احنا نكون سمينا الأوض كلها. طبعا هنا احنا ممكن نعمل ال انتر، ده أمر الخط، ونيجي هنا ونرسم خط كده من هنا لهنا، اسكيب ماستر عشان نرجع للأمر تاني، ونيجي من هنا لهنا. أول لما تشوف العلامة دي عندك في أي مشروع، دي معناها يعني منور، ده المنور بتاعك تمام كده. طب احنا لو عايزين نحسب مساحة الأوضة دي، في أمر اسمه area، نكتب كلمة area عادي خالص أهي، ونضغط انتر. بعد كده نقول احنا عايزين نحسب المساحة من هنا لهنا، بنحدد حدود الأوضة بس، لهنا لغاية هنا. وبعد كده احنا حددنا الأوضة كلها، ندوس انتر يطلع لك هنا المساحة، يقول لك 12.99 من 100 متر مربع، والمحيط 15 في بوينت ايه يعني، قول 16 متر مربع. طيب لو جينا نتأكد دي اي ام انتر، نقيس من هنا لغاية هنا، ونقيس من هنا لغاية، نعمل اسكيب مسطرة، نمسك من النقطة دي لغاية النقطة دي، يقول لك 2.3، كان المحيط طلع عندنا تقريبا 13. نقوم رايحين جايين هنا على الآلة الحاسبة وضاربين 5.7 في 2.3، يطلع لك 13 برضك تمام كده. يبقى كده هو ده طريقة حساب المساحة بمنتهى البساطة تمام كده. يبقى كده اللوحة عندنا جاهزة لحساب الأحمال، وشكرا لكم.